الرئيس السيسي يوجه بمواصلة التركيز على تعزيز الطفرات في القطاعات الإنتاجية. عقوبات أمريكية مرتقبة على تركيا بسبب صفقة الصواريخ الروسية. وجريفيث في الرياض اليوم في مسعى لإحياء العملية السياسية باليمن. الثانية عشرة ظهرا العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بعطاء ووعي وصبر الشعب المصري العظيم. وخلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وجه الرئيس السيسي بمواصلة التركيز على تعزيز الطفرات في القطاعات الإنتاجية بما يعظم من استدامة معدلات النمو الاقتصادي، كما وجه باستمرار العمل على خفض الدين العام وعلى عجز الموازنة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو النصار وزير التجارة والصناعة، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. صرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2018-2019، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة التركيز على تعزيز الطفرات في القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والتصدير والاستثمارات، وبما يعظم من استدامة معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل ويجذب المزيد من النقد الأجنبي لينعكس على التحسن في ميزان المدفوعات. كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق باستمرار العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة من خلال استكمال تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية بجانب الإصلاح المالي والنقدي بهدف تعزيز الثقة في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والعالمية ومواصلة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددا سيادته على ضرورة انعكاس النجاحات المتحققة اقتصاديا على جودة وفعالية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين واستفادة جميع فئات الشعب من عوائد التنمية خاصة الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا سيادته في هذا الإطار أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بعطاء ووعي وصبر الشعب المصري العظيم. استضافت القاهرة اجتماعا لأعضاء مجلس النواب الليبي برعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا من أجل توحيد الرؤى تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي. وكان نواب البرلمان الليبي قد زاروا مجلس النواب، ويمثل النواب جميع التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافيا الشرق والجنوب والغرب الليبي. المزيد عن هذا الموضوع تنضم إلينا زميلتي ساريا ياسين من مقر انعقاد هذا المؤتمر، إليك ساريا. نعم همام، شكرا جزيلا. بالفعل اليوم او تستمر استضافة هذه الاجتماعات، اجتماعات عدد من النواب الليبيون من برلمان طبرق، هذا البرلمان الشرعي الذي انتخبه الليبيون منذ عدة سنوات لتمثيل الشعب الليبي باكمله. تستمر هذه الاجتماعات منذ يوم السبت على مدار 3 أيام للوصول الى حل سياسي شامل. همام، كما ذكرت هذا العدد من النواب حوالي 80 نائب ليبي جاءوا إلى مصر للوصول إلى حل سياسي شامل متفق عليه ومتوافق عليه من قبل مختلف التيارات السياسية، وهؤلاء النواب الذين جاءوا من مختلف أو من عدد مختلف من التيارات السياسية من جنوب وغرب والشرق الليبي من مختلف المناطق والمدن الليبية، البعض منهم تابع لحكومة الوفاق والبعض الآخر يعني جاء من تيارات أيضا حتى مختلفة. هو الأمر
لفت في هذه الاجتماعات التي يعني تختتم اليوم بعد زيارة كانت أو بدأت يوم الأول من أمس لمجلس النواب، وتم الاجتماع فيها مع عدد من النواب في البرلمان المصري، وأيضا زيارة كانت يوم أمس إلى الجامعة العربية. واليوم يتم أو بدأ منذ قليل الاجتماع الأخير لصياغة الاتفاق النهائي في هذه الاجتماعات، والذي سيكون ربما مكون من 7 نقاط. بعض النقاط وصلتنا وردتنا معلومات أنه تم الاتفاق عليها، وهي أن البرلمان أو برلمان طبرق هو الكيان الشرعي الوحيد في ليبيا، وهو الكيان الوحيد المتفق عليه، وأيضا تم الاتفاق على عدم التدخلات الخارجية من قبل أي دولة، وهو أمر مهم جدا، خاصة أنه في مايو الماضي جماعة أو هذا البرلمان حضر جماعة الإخوان المسلمين واعتبرها جماعة إرهابية، وبدأت هذه الخطوات تتوالى، خاصة بعد التدخلات التركية والقطرية التي ربما شهدتها ليبيا في الآونة الأخيرة، ليس فقط التدخلات العسكرية ربما بالمد بالأسلحة، وإنما أيضا بالمد بخبراء وخبراء عسكريين واستشاريين على أرض أو على الأراضي الليبية. اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي هي اللجنة القائمة على أو هي اللجنة الراعية لهذه الاجتماعات منذ بدايتها، وهي ليست أول اجتماعات أو أول مبادرة تبدأ بها هذه اللجنة، كان هناك عدد من الاجتماعات الأخرى ليس فقط مع النواب الليبيين، وإنما أيضا مع زعماء القبائل، مع أيضا بعض منظمات المجتمع المدني. هناك حوالي 7 جولات قامت بها هذه اللجنة، ولا زالت تتوالى هذه الجولات. لازلنا منذ قليل بدأ يعني الاجتماع الأخير، ولازلنا ننتظر صياغة الاتفاق النهائي. نتمنى أن يكون هذا الاتفاق هو اتفاق موحد واتفاق متفق عليه ربما من قبل كافة النواب الذين جاءوا إلى مصر، حوالي 75 نائب برلماني. سنواصل المتابعة معك لاحقا الزميلة سارية ياسين مفادة إكسترا نيوز إلى هذا الاجتماع، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. وتظاهر مئات الليبيين في ساحة الشهداء بمدينة بنغازي تنديدا بالتدخلات التركية والقطرية الداعمة للميليشيات الإرهابية في ليبيا، مؤكدين دعمهم للقيادة العامة للجيش الليبي في حربه ضد الإرهابي وسعيه لتحرير طرابلس من قبضة المتطرفين. من سبب وجودنا دعم الجيش ونبذ تدخل تركيا وقطر في الشأن الليبي، والجيش طوق النجاة، ولازم من دخول طرابلس وطرد الميليشيات الأخوانية والتكفيرية من طرابلس. سياسة أردوغان سياسة خاطئة وسياسة تفجير واغتيالات ودعم للدواعش، وهذا راهو حيأثر عليك في المستقبل حتى في إعمار ليبيا، سنحرم الشركات التركية من إعمار ليبيا. استضافت الجامعة العربية فعاليات الدورة العادية 93 للجنة الدائمة للإعلام العربي لتحضير لاجتماعات وزراء الإعلام العرب. وخلال ترأس أعمال اللجنة دعا خالد الغامدي المشرف العام للإعلام الخارجي بوزارة الإعلام السعودية، دعا إلى تنسيق الجهود العربية لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة. من جانبه عرب السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام عن تطلعه للتوصل لمشاريع توصيات لعرضها على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب. وتعكس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال اهتمامات وانشغالات المنطقة العربية خلال الفترة الأخيرة، ولا زالت تحتل الصدارة بالنظر إلى أمن واستقرار وتنمية المنطقة، ويتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية التي لا زالت تشكل القضية المركزية، والتهديدات الإرهابية وموضوع تصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذه المواضيع تمثل أولويات استراتيجية الإعلامية العربية، إضافة إلى الارتقاء بالأداء الإعلامي إلى مستوى أعلى شكلا ومضمونا ليواكب التطورات التكنولوجية السريعة في هذا المجال، وليقوم بالمساهمة الفعالة في برامج التوعية ومناصرة القضايا الحيوية للمنطقة العربية.
الزميل محمد الحداد ينضم إلينا مباشرة من مقر اجتماع هذه اللجنة من مقر الجامعة العربية بالقاهرة. إليك محمد. نعم همام، أرحب بك وأرحب بجميع السادة المشاهدين من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهذه المتابعة لانطلاق الدورة العادية رقم 93 للجنة الدائمة للإعلام العربي. بدأت أعمال هذه الدورة في تمام الساعة 10 صباحا ومستمرة حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم من خلال اجتماع مغلق يجمع عدد كبير من ممثلي وزارات الإعلام في الدول العربية وممثلي المؤسسات و الهيئات الإعلامية العربية المختلفة. يناقش جدول أعمال هذه الدورة 18 بندا يمكن على رأسها القضية الفلسطينية بصفتها القضية المركزية للعالم العربي، وأيضا تتم مناقشة النسخة المستحدثة من ميثاق الشرف الإعلامي، وأيضا خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج والتي تعتمد على ثلاثة محاور، والمحور الأول هو القضية الفلسطينية، المحور الثاني هو قضية الإرهاب، والمحور الثالث هو تصحيح صورة العرب والمسلمين في مختلف دول العالم. أيضا يتضمن جدول الأعمال الاستراتيجية الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، ويتضمن أيضا اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وأيضا هناك مناقشة هامة جدا لبند من البنود وهو البند الخاص بإدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج الدراسية في مختلف الدول العربية. السؤال الآن، أين ستذهب هذه التوصيات التي ستصدر عن هذا الاجتماع أو عن هذه الدورة للجنة الدائمة للإعلام العربي؟ هذه التوصيات سوف يتم عرضها على الدورة 11 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التي من المقرر انعقادها غدا، وسوف يتم عرضها أيضا على الدورة 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي من المقرر أن يتم انعقادها بعد غد بإذن الله. بكل تأكيد سوف نتابع معكم خلال الساعات القادمة أهم ما سيصدر عن هذا الاجتماع وانطلاق الدورة العادية رقم 93 للجنة الدائمة للإعلام العربي. حتى هذه اللحظة أحييكم وشكرا جزيلا، وعودة إلى الزميل همام مجاهد في الاستوديو. الزميل محمد الحداد، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل، وبالتأكيد سنواصل المتابعة معك لاحقا. في الملف التركي، تمر اليوم الذكرى السنوية الثالثة لمحاولة الانقلاب المزعوم في تركيا، فيما ترضخ تحت حكم سلطوي استغل المحاولة في ترسيخ دعائم حكم الدكتاتورية وتصفية المعارضة، بينما حصد الأتراك مزيدا من تدني مستوى المعيشة مع تدهور الاقتصاد وانهيار العملة الوطنية بالبلاد. المزيد في سياق هذا التقرير. بمزيد من التسلط والديكتاتورية وانهيار في الاقتصاد وتدهور في العملة الوطنية، يحيي نظام أردوغان الذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب المزعوم على حكمه. وبحسب الاستخبارات الغربية والمعارضة، فإن أردوغان هو من دبر تلك المحاولة من أجل تصفية خصومه. Wählen die CIA alle westlichen Nachrichtendienste, sehe nicht das geringste Indiz dafür. Warum apostrophiert dann Erdogan aber die UN-Anhänger? Das ist der bequemste Weg, ist, um sie vollständig zu kriminalisieren und auszuschalten. Wenn man das die macht, das ist zu stärken. Ja, und wenn Sie mal in die Nachrichtenlage der westlichen Dienste reinschauen. ثلاث أعوام مرت على تلك الليلة التي استيقظ فيها الأتراك في منتصف يوليو عام 2016 على أصوات رصاص وأزيز الطائرات في أجواء البلاد، وخروج رئيسهم مذعورا عبر تطبيق على أجهزة المحمول يتحدث عن انقلاب على أركان حكمه ويطالبهم بالنزول للشوارع لصد المحاولة الانقلابية. نزل الأتراك ليلتها إلى الشوارع يظنون أنهم يحمون الديمقراطية ويصونون أركان الدولة، ولم يعلموا أنها محاولة من الدكتاتور لتثبيت دعائم حكمه بالانقلاب على كل مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان لتعيش تركيا منذ هذا التاريخ وإلى اليوم في سلسلة من التوترات السياسية التي جعلت حالة عدم الاستقرار هي أهم ملمح للوضع بالداخل، خاصة في ضوء غياب الأمن
وتراجع أداء الاقتصاد والعنف الداخلي. وعلى الرغم من الإجراءات الاستثنائية التي مكنت أردوغان من الإمساك بمفاصل البلاد بعد أن عدل الدستور واستولى على السلطات وسيطر حزب العدالة والتنمية الحاكم على مجمل المسرح السياسي، إلى أنه أخفق في تحقيق توافق سياسي داخلي أو إنجاز تنمية اقتصادية تساعد على استقرار نسبي أو إتاحة فرصة للتعددية السياسية. وبات الأتراك يشكون من تآكل القدرة الاقتصادية في ضوء التراجع الملحوظ للمؤشرات الاقتصادية بالبلاد وانحصار الاستثمارات الأجنبية وتدهور قيمة الليرة التركية وارتفاع الديون ونسبة التضخم، في ظل سعي أردوغان نحو إخضاع المؤسسات الاقتصادية ومن بينها البنك المركزي لسلطته. وتحولت الدولة التركية إلى سجن كبير لمعارضي أردوغان الذين زج بهم في المعتقلات وفصلهم من أعمالهم وانتهك كل القيم وحقوق الإنسان من أجل بقائه في الحكم ولو على دماء وأشلاء شعبه. كشفت وثائق سرية أن وزير الدفاع التركي الحالي خلوصي أكار وقائد المجموعة الانقلابية التي أصدرت أوامر التعبئة وأعلنت الحكم العسكري أثناء توليه رئاسة أركان الجيش إبان محاولة الانقلاب المزعوم في 2016. وأظهرت الوثائق التي نشرها موقع نورديك مونيتور السويدي من جهاز حاسوب في مقر هيئة الأركان العامة الذي استخدم لكتابة بيان الانقلاب المزعوم أظهر مسودات يظهر عليها توقيع أكار نفسه نيابة عن مجلس السلام في الوطن، الاسم الذي أطلقه الانقلابيون على أنفسهم. ووفقا للموقع السويدي فإن ذلك يعزز من أن الانقلاب كان خطة مدبرة لخلق ذريعة لحكومة أردوغان لممارسة اضطهاد جماعي ضد المعارضين. ومنذ محاولة انقلاب أردوغان المزعوم اعتقلت السلطات التركية مئات الآلاف من المواطنين بينهم ضباط وجنود في الجيش بتهمة الانتماء لحركة فتح الله جولن والذي يتهمه أردوغان بتدبير المحاولة. المزيد في سياق العرض التالي. انتهاكات أردوغان. منذ محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016 اعتقلت السلطات التركية أكثر من 750 ألف شخص، حيث تم سجن أكثر من 77 ألف شخص، كما تم اعتقال أكثر من 300 صحفي، كما يوجد أكثر من 700 طفل في السجون التركية. وبحسب الأرقام الرسمية فقد فصلت السلطات التركية أكثر من 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش بتهم تدبير محاولة الانقلاب المزعوم، بينهم أكثر من 15 ألفا من الجيش التركي بينهم ضباط كبار ورتب مختلفة. كما حققت السلطات مع أكثر من 6000 ضابط وعنصر في الجيش التركي، في حين تم فصل أكثر من 4000 قاض ومدعي عام عن العمل، وخضع أكثر من 400 ألف شخص لتحقيقات جنائية. وأعلنت منظمات دولية وفاة نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، في حين تقدم أكثر من 500 شخص ببلاغات عن تعرضهم للتعذيب. وسجنت السلطات التركية أكثر من 500 محام، كما رفعت دعاوي قضائية ضد 1400 محام. وقرر عشرات الألاف من الأتراك الهروب خارج البلاد بسبب القمع. واستولى نظام أردوغان على 1000 شركة بقيمة 46 مليار ليرة تركية، كما أغلق 2300 مؤسسة تعليمية وأكثر من 180 مؤسسة إعلامية و30 دار نشر وأكثر من 40 مؤسسة صحية و15 جامعة. انتقدت دول غربية وجماعات حقوقية حجم الحملة الأمنية، مؤكدة أن أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب المزعوم ذريعة لاستهداف المعارضة. وافقت محكمة تركية على طلب تسوية إفلاس تقدمت به مجموعة شهيرة موزعة لماركات عالمية معروفة بسبب سوء أوضاعها المالية جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد والسياسات الخاطئة لنظام أردوغان. وبعد الجلسات التي نظرتها المحكمة منذ تقديم طلب المجموعة لها، تأكد لها أن الشركة المذكورة تعاني حاليا ضائقة مالية لتقرر منحها مهلة 3 أشهر لتسوية أوضاعها وهيكلة ديونها. وكانت وزارة التجارة التركية قد كشفت عن إغلاق أكثر من 15 ألف شركة محلية وأجنبية في البلاد خلال عام 2018. رجحت مجلة فورين بوليسي أن سلسلة العقوبات الأمريكية ضد تركيا بعد استلامها الأجزاء الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400 تشمل حظر إصدار التأشيرات للأتراك وفرض قيود على صادرات الأسلحة التركية وحظر الوصول إلى المؤسسات المالية الأمريكية.
وأشارت المجلة إلى أن استلام تركيا S-400 يتعارض مع مشاركة أنقرة في برنامج المقاتلات F-35، لافتة إلى قرار البنتاغون تعليق تدريب الطيارين الأتراك، بينما يهدد الكونغرس بطرد تركيا تماما من البرنامج. وبحسب فورين بوليسي، فإن السيناريو الأسوأ لأنقرة هو فرض عقوبات مختلفة عليها من قبل الولايات المتحدة بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات. الأستاذ أحمد علي الباحث والمحلل الاقتصادي ينضم إلينا هاتفيا للتعليق على هذه الأخبار ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية المتوقعة على تركيا. أستاذ أحمد، أرحب بك على إكسترا نيوز. وهل تتوقع بالفعل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وعسكرية على تركيا، وما تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية المتأزمة أساسا في تركيا؟ مساء الخير يا فندم. طبعا يعني الوضع في تركيا يعني خلال الفترة الأخيرة تحديدا من الناحية الاقتصادية بيزداد سوء في إطار يعني العديد من الإجراءات والقرارات التي اتخذها أردوغان، واللي تتعارض بشكل كبير جدا مع تحقيق المصالح الاقتصادية لتركيا على الصعيد حتى الداخلي. لكن أعتقد أنه تركيا دائما وأبدا ما تثبت أنها يعني بتغرد دائما خارج السرب بشكل سواء على الصعيد الاقتصادي أو حتى على الصعيد السياسي أو الصعيد العسكري. أعتقد أنه التعاون الأخير ما بين تركيا وما بين روسيا من الناحية العسكرية، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية دائما وأبدا في علاقتها مع كل دول العالم يعني بتنظر فقط لحجم المكاسب المحققة لها في المقام الأول، بغض النظر عن أي مكاسب تتحقق للأطراف الأخرى. أعتقد التعاون العسكري ما بين تركيا وما بين روسيا حتى وإن كان بسيط الفترة الأخيرة أو فيما يتعلق باستلام الصواريخ الروسية الأخيرة اللي قامت تركيا بتسلمها، أعتقد هيبقى له انعكاس سلبي كبير جدا على المصالح التركية الأمريكية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية قد تتجه يعني التلويح بفرض عقوبات كأحد أشكال أو آليات الضغط الأمريكي على تركيا لاستعادة العلاقات ما بين تركيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية في نصابها بما يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا واقتصاديا مع تركيا. نعم، الاتحاد الأوروبي أيضا ربما يفكر، وهناك عقوبات متوقعة من قبل هذا الاتحاد بسبب الترقيب غير المشروع لتركيا في المياه الإقليمية لقبرص. أيضا إذا ما تم توقيع أو فرض عقوبات اقتصادية أوروبية على تركيا، كيف يؤثر أيضا على الوضع الاقتصادي التركي في الداخل؟ يعني علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي هي علاقة متأزمة من فترة طويلة جدا في إطار طبعا بحث تركيا وسعيها المستمر لانضمامها لدول الاتحاد الأوروبي على أو خلال الفترات السابقة. لكن أعتقد أنه الاتحاد الأوروبي في إطاره كتكتل اقتصادي لو يعني توجه بفكرة فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، سواء فرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات التركية لداخل السوق الأوروبي، من شأن أنه هو هيأثر بشكل كبير على يعني مستوى الاقتصاد داخل تركيا في ظل حالة الكساد وارتفاع مستويات التضخم وانهيار العملة التركية. فأعتقد ده هيبقى له تأثير تحديدا من الناحية الاقتصادية. أنا شايف أن دول الاتحاد الأوروبي هتتعامل مع هذا الملف تحديدا بما أيضا يخدم مصالحها في المنطقة. لكن يعني وضع تركيا الآن أستاذ همام، أعتقد أن الناحية السياسية هتغلب بشكل كبير جدا، أو تأثيرها هيبقى أقوى على الناحية الاقتصادية، بل بالعكس هتكون المحرك الرئيسي لأي عقوبات اقتصادية من شأنها تفرض سواء من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو من جانب الاتحاد الأوروبي. يعني أنا شايف أنه هيكون في تعاون ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي كأحد يعني أشكال الكماشة الاقتصادية على تركيا لمحاولة تضييق الخناق عليها بشكل أو بآخر، لمحاولة إعادتها مرة تانية إلى يعني بما يخدم مصالح الاتحاد الأوروبي وما يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك أستاذ أحمد يدفعنا للحديث عن الأوضاع الاقتصادية الداخلية والقرارات الأخيرة وسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية وإقالة محافظ البنك المركزي. هل تتوقع أن يتم تقلص الاستثمارات، أن يتم خفض الاستثمارات الأجنبية الموجودة حاليا في تركيا جراء هذه القرارات والسياسات التي يتدخل فيها الرئيس التركي في الاقتصاد التركي في بلاده؟ يعني القرارات الاقتصادية أستاذ همام إذا ما تم اتخاذها في إطار يخدم صالح الاقتصاد العام لأي دولة، أعتقد أنه مش هيبقى في انتقاد لا على الصعيد الداخلي ولا حتى على الصعيد العالمي. لكن إذا يعني اقترنت هذه القرارات واتخاذ هذه القرارات بمصالح شخصية أو محاولة لفرض صورة غير حقيقية، وده اللي حتى حصل من جانب أردوغان فيما يتعلق بإقالة محافظ البنك المركزي، ويعني زي ما حضرتك عارف إنه وفقا لكل الدساتير العالمية لا يحق للسلطة التنفيذية إقالة محافظ البنك المركزي أو الإملاء بأي قرارات، وبالتالي لا تداخل هناك بين السلطة التنفيذية وما بين صانع السياسة النقدية في أي دولة وفقا لكل الدساتير العالمية. أعتقد إن هذا القرار وضح
الصورة أو حقيقة المشهد الداخلي داخل تركيا بأن أردوغان بيحاول اختلاق مشاكل سواء على الصعيد السياسي أو الصعيد الاقتصادي علشان ينقل للرأي العام التركي بأنه الوضع إذا ما هو لم يكن متواجد بالسلطة لفترة رئاسية تانية هيبقى أكثر يعني صعوبة، هتشهد مزيد من القرارات الاقتصادية أو الأوضاع الاقتصادية السيئة. لكن هو لا يعلم أو هو يعلم جيدا أن هذه القرارات اللي بيتم اتخاذها قرارات بعيدة كل البعد عن المنطق، بعيدة كل البعد عن تحقيق المنفعة أو الصالح العام للمواطن التركي. أعتقد ده حتى اللي خلى المؤسسات المالية العالمية مؤخرا عقب إقالة محافظ البنك المركزي التركي بأن هي انتقدت هذا القرار تحديدا، ووضح للكل قد إيه أنه القرارات تسير في تركيا اقتصاديا تحديدا وفقا للأهواء الشخصية وليس لمصلحة الاقتصاد التركي أو حتى للمواطن التركي. الأستاذ أحمد علي الباحث والمحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على هذا التعليق وعلى هذه المداخلة. يجتمع اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أجل مناقشة فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليات تنقيب غير الشرعية قبالة سواحل قبرص. وكانت تقارير إعلامية أشارت الأسبوع الماضي إلى وجود مسودة بيان أوروبي يشمل عقوبات، منها تعليق المحادثات عالية المستوى مع أنقرة بخصوص اتفاقية النقل الجوي وتجميد تمويل مشاريع أوروبية في تركيا. في الشأن السوري، أفاد مصدر عسكري سوري باستهداف فصائل مسلحة بقذائف الهاون والصواريخ بلدة محردة والمحطة الحرارية بريف حماة الشمالية الغربية. وتستهدف المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف حماة الشمالية وإدلب من حين لآخر المناطق الآمنة في خرق واضح لاتفاق منطقة خفض التصعيد، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين ووقوع أضرار بمنازلهم وممتلكاتهم وبالممتلكات العامة. بعد سنوات من المتاجرة بأزمة اللاجئين السوريين، أعلنت حكومة أردوغان اتخاذها خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا تتضمن ثلاثة محاور، وهي التشجيع على العودة إلى سوريا وترحيل مرتكب الجرائم واقتطاع الضرائب من اللاجئين الموجودين على الأراضي التركية. المزيد في سياق التقرير التالي. بعد أن استغل أردوغان اللاجئين السوريين للحصول على دعم أوروبي، ها هو يغدر بهم كعادته دائما. أردوغان أعلن عما سماه سياسات جديدة تجاه السوريين تستهدف ترحيلهم إلى بلادهم وأخذ الضرائب على العلاج الطبي الذي يتلقونه. تصريحات أردوغان تأتي بعد ادعائه بأن بلاده حققت الأمن في أوروبا ومنطقة البلقان باحتضان اللاجئين، زاعما أن أوروبا في المقابل لم تقدم الدعم الإنساني المطلوب منها تجاه تركيا، وأن الاتحاد الأوروبي تعهد بدفع 6 مليارات يورو من أجل اللاجئين لكنه لم يدفع سوى 2,500,000,000 يورو فقط. طوال 8 أعوام الماضية لا تزال أموال المساعدات الأجنبية الممنوحة لتركيا من أجل اللاجئين السوريين بقرار أممي غير معروف أين تنفق، حيث تدعي أنقرة أن إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية المقدمة للسوريين في تركيا بلغ 7,200,000,000 دولار في 2017. وخلال السنوات الماضية استولت تركيا على 3 مليارات يورو، كما حصلت وزارة التعليم على 400,000,000 يورو من منظمات إغاثية لمساعدة اللاجئين دون أن تنفقها على مستحقيها. وشكك الاتحاد الأوروبي في حسن إدارة الحكومة التركية ل1.1 مليار يورو مخصصة للاجئين. يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام أن السلطات التركية بدأت في مطالبة المحلات السورية التي ترفع لافتات بالعربية غير المطابقة للمواصفات التركية في ولاية إسطنبول بضرورة التزام القانون، وفرضت وزارة العمل شروطا مشددة للحصول على إذن العمل، ورفضت في الفترة الأخيرة العديد من هذه الطلبات. أطفال اللاجئين ليسوا بعيدين عن يد أردوغان الباطشة، فمع تباطؤ الاقتصاد التركي وانزلاقه في أزمات متلاحقة فإن تدفق اللاجئين إلى سوق العمل التركي أصبح يمثل ميزة كبيرة لأصحاب المشاريع والأعمال التجارية. كان تقرير صادر عن البنك الدولي أشار إلى أن تدفق اللاجئين لسوق العمل التركي أدى لانخفاض الأجور، حيث أنهم يحصلون على أجور قليلة أقل من الحد الأدنى، فيما يؤكد عدد آخر أنهم يعانون التمييز والحرمان من العمل كونهم سوريون.
أعلنت البحرين رصدها حسب حسابات إلكترونية تستهدف استقرار المملكة. وقال وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد رميحي إن هناك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تدار من خارج المملكة وتسعى لشق صف الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. أكد موقع كلاريوم بروجكت أن قطر تستهدف الجيل القادم من الأمريكيين. وأضاف الموقع أن السلطات في الدوحة تلعب لعبة طويلة في الحرب الأيديولوجية وتعمل عبر استراتيجية متعاقبة الأجيال، وهو الأمر الذي كان على الولايات المتحدة أن تعيه منذ سبتمبر 2001. أكد تقرير ألماني أن الأوضاع غير الإنسانية في مناطق الإنشاءات الخاصة بكأس العالم 2022 في قطر لا تزال مستمرة دون أي محاولة لإصلاح الوضع أو توفير بيئة آدمية للعمال، وتجاهل من المسؤولين في الدوحة الذين لا يلتزمون بأي وعود. كما أوضح تقريرا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالرغم من أنه يقر بحدوث انتهاكات لحقوق العمالة فإنه لا يفعل أي شيء لصالح هذه العمالة التي تتعرض لظروف قاسية في قطر. إلى اليمن، حيث يزور المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث الرياض اليوم لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية. وتأتي زيارة جريفيث بعد جولة شملت موسكو وأبو ظبي ومسقط وواشنطن في إطار مسعيه لإحياء العملية السياسية وجهود الأمم المتحدة السلمية في اليمن بعد توقف استمر أكثر من شهرين. يأتي هذا فيما أكدت مصادر قريبة من الرئاسة اليمنية أن الحكومة تدرس حاليا تعليق التزاماتها باتفاق ستوكهولم بسبب خروق ميليشيات الحوثي المستمرة. هذا وشددت الحكومة اليمنية على ضرورة إيجاد آلية فعالة لوقف إطلاق النار في الحديدة غربي البلاد. وخلال الاجتماع مع رئيس لجنة إعادة الانتشار مايكل لوليسغارد طلب الفريق الحكومي في اللجنة بتصحيح مسار المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في موانئ أو من موانئ ومدينة الحديدة وفقا لاتفاق ستوكهولم ومفهوم العمليات المتفق عليها. حققت القوات اليمنية تقدما ميدانيا في المواجهات مع ميليشيا الحوثي بمحافظة صعدة. ونفذت القوات اليمنية عملية مباغتة بإسناد من مروحيات التحالف العربي ضد مواقع الحوثيين في جبهة الصفراء سيطرت خلالها على سلسلة من المرتفعات، إضافة إلى شن هجوم على مواقع تمركز الميليشيات شمال غربي حجة تمكنت من خلاله من تحرير تلك المواقع. أعلنت الوساطة الأفريقية تأجيل اجتماع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير للمرة الثانية إلى الغد. وفي بيان له قالت الوساطة الأفريقية أن التأجيل جاء بناء على طلب تقدمت به قوى الحرية والتغيير لمزيد من التشاور بشأن الإعلان السياسي والإعلان الدستوري. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في القدس المحتلة والخليل ونابلس وجنين وبيت لحم، حيث شنت حملة مداهمات لمنازل الفلسطينيين. إلى الملف الإيراني، حيث رفضت الولايات المتحدة عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني القاضي بإجراء محادثات بين طهران وواشنطن في حال رفعت الأخيرة العقوبات. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ بوضوح القرار النهائي. وكان روحاني أبدى استعداد بلاده لإجراء محادثات مع واشنطن مشترطا رفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، فضلا عن عودة واشنطن مرة أخرى إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد انسحابها منه العام الماضي. هذا وأعلنت إيران أنها ستقلص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إذا لم تلتزم باقي الأطراف بتعهداتها. وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن بلاده ستعيد البرنامج النووي إلى ما كان عليه قبل 4 أعوام إذا لم تلتزم باقي الأطراف بتعهداتها خلال مهلة الشهرين التي منحتها طهران لها مؤخرا، مشيرا إلى أن الهدف من قرار تقليص الالتزامات النووية هو أن تعود الأطراف المعنية للعمل وفق مسؤوليتها. أكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك التزامهم بالاتفاق النووي مع إيران وعبروا عن قلقهم من مخاطر انهياره.
كما شددت الدول الثلاث على ضرورة التصرف بمسؤولية والبحث عن سبل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار معربين عن انزعاجهم الشديد بسبب الهجمات في الخليج وتدهور الأمن في المنطقة. قال وزير الخارجية البريطانية جيرمي هانت أن الوقت لا يزال متاحا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. وأضاف هانت لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن بلاده لا تتفق مع الولايات المتحدة في طريقة تعاملها مع الأزمة الإيرانية. We are looking to find a way to preserve the nuclear deal, which we think is the best way of keeping the Middle East as a whole. قال وزير الخارجية الفرنسي جانيف لدوريان أنه يجب على أوروبا أن تظل موحدة في محاولة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني. وأضاف لدوريان أن قرار إيران بتقليص التزامها بالاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي بمثابة رد فعل سيء على قرار سيء. دعا الاتحاد الأوروبي روسيا إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان احترام معاهدة الصواريخ النووية. وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني في بيان قلق التكتل من التطورات المرتبطة بالمعاهدة التي يمكن أن ينتهي تطبيقها في 2 أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة تمثل الفرصة الأخيرة من أجل الحوار واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على عنصر مهم في بنية الأمن الأوروبي. بدأت سلطات الهجرة بالولايات المتحدة تنفيذ حملات مداهمة في عدة مدن تستهدف ترحيل 2000 مهاجر بدون وثائق قانونية، ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية بمغادرة الأراضي الأمريكية. وقال مسؤول هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية أن هذه الحملات تركز على من وصلوا إلى الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن هؤلاء المهاجرين غير القانونيين تلقوا أحكاما فيدرالية بالترحيل. قالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لاما إن المحتجين الذين شاركوا في الاشتباكات الأخيرة مع الشرطة يمكن وصفهم بأنهم من مثير الشغب، معربة عن تأييدها للشرطة في تطبيق القانون. يذكر أن هونغ كونغ شهدت خلال الشهر الماضي سلسلة من الاحتجاجات التي شابها العنف بسبب مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم فيما تم تعليق مشروع القانون. قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن ما تردد عن اتهام طوكيو لسول بانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على بيونج يانج من خلال تصدير سلع محظورة لها يعد تحديا خطيرا لبلاده. وحذر مون من أن قيام اليابان بفرض قيود على صادرات مواد تستخدم في معدات التكنولوجيا المتطورة إلى كوريا الجنوبية سيلحق أضرارا أكبر بالاقتصاد الياباني، كما حث طوكيو على العودة إلى طاولة المحادثات. أعلنت وزارة الداخلية جهودها في حماية الاقتصاد القومي والحفاظ على المال العام، مشيرة إلى أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة نجحت خلال شهر في ضبط 55 قضية بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 200 مليون جنيه. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تصديها لكافة الجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي، ونجحت خلال شهر في ضبط 55 قضية بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 200 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية ما بين دولار ويورو. اشتملت على جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليها، وكذا قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وجرائم غسل الأموال وتوظيفها والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة والتهريب الجمركي. فمن جهة التلاعب بمجال النقد والتهريب تم ضبط 25 قضية
بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه، وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، وذلك بسبب الإتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، علاوة على جرائمهم في تجميع مدخرات المصريين بالخارج وتوصيل ما يعادل قيمتها إلى ذويهم في الداخل، والمضاربة بأموال المواطنين في البورصات العالمية المعروف بنظام الفوركس، مما يؤدي إلى حجب دخول العملات الأجنبية للبلاد ويؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري. في مجال الاختلاس والإضرار بالمال العام والرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال، تم ضبط 27 قضية بقيمة إجمالية 118 مليون جنيه. وللحفاظ على الموارد الاقتصادية للبلاد، تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم من فحص واستهداف وضبط العديد من الممولين والشركات والمنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة، حيث أسفرت جهود الإدارة العامة خلال شهر من ضبط عدد 5094 قضية بإجمالي حجم تعاملات قرابة 8 مليارات جنيه، تمثلت في فحص وضبط عدد 857 قضية تهرب ضريبي على الدخل بإجمالي حجم تعاملات قرابة 6 مليارات جنيه، وكذا عدد 500 منشأة تهرب ضريبي من القيمة المضافة بإجمالي حجم تعاملات قرابة 2 مليار جنيه. كما قامت الإدارة بفحص واستهداف المنشآت التجارية العاملة خارج الوعاء الضريبي واتخاذ إجراءات تسجيلهم ضمن الاقتصاد الرسمي للبلاد، فقد تمكنت الإدارة من استهداف 90 منشأة تجارية. كما أسفرت الجهود الميدانية في مجال مكافحة التهرب الجمركي من استهداف وضبط المنشآت التجارية المتاجرة في البضائع والسجائر المهربة جمركيا، وتفعيل الأكمنة الأمنية بضبط ومنع تداول السلع المهربة، وكذا ضبط السيارات السياحية والتريبتك المخالفة لشروط الإفراج الجمركي، فقد تمكنت الإدارة من ضبط عدد 234 قضية، تم التصالح في 196 قضية. كما قامت الإدارة العامة في مجالات الضرائب العقارية والملاهي وتنفيذ الأحكام بضبط عدد 3438 قضية، وتم التصالح في عدد 733 قضية منهم، قضايا متنوعة تتصدى لها وزارة الداخلية للحفاظ على المال العام وأموال المواطنين تسترد من خلالها الحقوق، وما للجاني إلا العقاب والردع. عاشت مصر آمنة. افتتحت الدولة متحف ومركز إبداع أديب نوبل الروائي الراحل نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب بحي الأزهر بالقاهرة في حدث عالمي يليق بأديب نوبل الذي يعد أيقونة مصرية خالدة لفن الرواية. المزيد في سياق هذا التقرير. من أجل تخليد ذكرىه وضم مقتنياته الخاصة على مر العصور، افتتح متحف نجيب محفوظ بداخل تكية أبو الدهب بحي الأزهر ليكون متاحا لاستقبال الجمهور من محبي الأديب العالمي. المحتوى الفني والثقافي الحقيقة اللي موجود داخل المتحف والمقتنيات العظيمة المربوطة كلها بنجيب محفوظ بحياته بتاريخه، كل الشكر الحقيقة لأسرة الأديب العالمي نجيب محفوظ لكل الإهداءات اللي تمت من خلالهم لوزارة الثقافة وإن هي بتعرض هنا في المتحف. أتمنى طبعا أنهم يسعدوا يعني بوجود المتحف بهذه المقتنيات العظيمة. المكان ده مكان أثري من القرن ال18 الميلادي، هي مجموعة فيها التكية اللي احنا موجودين فيها تم ترميمها، فبحيي أصحاب الفكرة اللي بدأوها في بداية الألفينات، والنهاردة الحمد لله احنا وافقنا في بداية 2016 على المشروع وتم العمل، والنهاردة الافتتاح. هيك شايفة مبنى مكون من 3 أدوار بيحكي قصة حياته الأوسمة اللي خدها.
قرب المنزل الذي ولد فيه صاحب نوبل بحي الجمالية في القاهرة كان سببا في اختيار تكية أبو الذهب نظرا لقربها منه. وتعد هذه التكية ثاني أهم مجموعة أثرية تجسد روعة العصر الإسلامي بعد مجموعة الغوري. المبنى مكون من عدة طوابق، الدور الأرضي عدته وزارة الثقافة أنه بيحتوي على مكتبات ومكتبات رقمية ومكتبات متخصصة، والدور الأول هو الدور الخاص بالعرض المتحفي اللي مقسم لجزئين. الجزء الأول فيه القاعتين اللي بيحتوي على مقتنيات المتحفية اللي هي الأوسمة والنياشين والشهادات التقدير وشهادات الدكتوراه الفخرية وخلافه من الجوائز والشهادات اللي منحت للأديب نجيب محفوظ من جهات مختلفة محلية ودولية، والجزء الآخر هو جزء متحفي بيستعرض حياة نجيب محفوظ. يحوي المتحف عدة قاعات توضع بها متعلقاته الشخصية ومكتبة لمؤلفاته بالعربية وأخرى بالإنجليزية، بالإضافة إلى قاعة عرض سينمائية ومكتبة للإعارة الخارجية. النهاردة احنا يعني تم الافتتاح الحمد لله، والمتحف موجود للجمهور، بيحتوي على مجموعة الإهدايات اللي تمت من أسرة نجيب محفوظ وخمس مكتبات مفتوحة عامة للجمهور، وطبعا بعلاوة على منفذ لبيع كتب نجيب محفوظ، وعلاوة على ان هناك أنشطة ثقافية تتم على مدار العام خلال هذا المركز. إبداعات لا يستطيع الزمن محوها، فقد تحولت معظم رواياته إلى أعمال درامية وسينمائية، كذلك جمعت مقتنياته في متحف باسمه تخليدا لذكراه. في أخبارنا الرياضية، تأهل منتخب الجزائر إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر عقب فوزه على نيجيريا بهدفين مقابل هدف. وبهذا الفوز يواجه المنتخب الجزائري في المباراة النهائية نظيره السنغالي الذي تغلب على تونس بهدف نظيف في نصف النهائي. هذا وعمت احتفالات الجزائريين في داخل بلادهم وخارجها بعد وصول محارب الصحراء إلى نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ 29 عاما. حالة من البهجة والسعادة سيطرت على الجمهور الجزائري الذي حضر إلى القاهرة لمؤازرة محارب الصحراء، ورفعت الأعلام الجزائرية احتفالا بنصر غال تحقق في اللحظات الأخيرة في المباراة وسط توقعات الجماهير بالتتويج بلقب الأميرة السمراء. هذه الجماهير جاءت من بلد المليون شهيد لتشجيع منتخب بلادهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، فكان الفوز حليفهم. فوسط أجواء من الفرحة والتفاؤل بمواصلة المشوار للنهاية، تجمع الجمهور الجزائري عقب مباراتهم مع المنتخب النيجيري احتفالا بتأهل منتخب بلادهم إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية. نشكر مصر وأهل مصر على حسن الضيافة، وإن شاء الله نردوا لهم هذا الجميل إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي ما حد يزير فداء، بإذن الله هنا يطلع علامنا هنا بإذن الله. 1-2-3 في فالجيريم، شكرا مصر على أفضل تنظيم. فور انتهاء المباراة تعالت الهتافات ورفعت الأعلام الجزائرية احتفالا بنصر غالي تحقق في اللحظات الأخيرة في المباراة التي انتهت بنتيجة هدفين لهدف لصالح محارب الصحراء. ألف مبروك للجزائر. ألف مبروك المنتخب الجزائري، وإن شاء الله اللقب يبقى هنا في القاهرة، وندوه معنا للجزائر وندوه كحلوشة معنا ويشجع الشعب الجزائري. 1-2-3 في فالجيريم. وهذا الفوز هذا راه جاب شق النفس وما سرقناهش، وإن شاء الله العقوبة للمونديال وكثر خيركم بزاف بزاف. للمرة الثالثة سيتواجد الجزائريون في نهائي الكان من إجمالي 17 مشاركة بعد بلوغهم النهائي في دورتي عام 1980 بنيجيريا و 1990 بالجزائر التي توجوا فيها بلقبهم الوحيد، على أمل تحقيق اللقب الثاني يوم الجمعة القادمة على استاد القاهرة الدولي أمام منتخب السنغال. إبراهيم عزت إكس. هذا ويواجه منتخب تونس نظيره نيجيريا في 9 من مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب السلام لتحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية. كان المنتخب التونسي قد خسر أمام نظيره منتخب السنغال بهدف وحيد سجله مدافع نسور قرطاج عن طريق الخطأ في مرمى، بينما خسر المنتخب النيجيري أمام الجزائر بنتيجة هدفين لهدف.
كشفت وثائق وحصلت عليها مجلة دير شبيغل الألمانية الخاصة أن ناصر الخليفي الملك القطري لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضلل المحققين وانتهك قواعد انتقال اللاعبين. وبحسب المجلة فإن الخليفي أرسل خطابا لمسؤول قطري كبير مقرب من تميم بن حمد الذي لم يكن قد تولى منصب أمير قطر بعد يطلب فيه دفع 1,000,000 يورو لوكيل اللاعب الأرجنتيني خافيير باستوري الذي انتقل للنادي الفرنسي في صفقة تكلفت 40,000,000 يورو في 2011. وأضافت أن الخليفي طلب أيضا 200,000 يورو تحت بند نفقات لشركة قطرية خاصة يديرها شقيقه. وتحظر قواعد انتقال اللاعبين دفع رؤساء الأندية أي مبالغ مالية لوكلاء اللاعبين. أعلن نادي فالنسيا الإسبانية عن توصل لاتفاق مع سيلتا فيجو لضم المهاجم الأوكراني ماكسي جوميز. وأوضح نادي فالنسيا أن التعاقد مع جوميز صاحب 22 عاما جاء في إطار صفقة تبادلية ضمت أيضا اللاعب الإسباني سانتي مينا الذي انتقل لصفوف سيلتا فيجو وتم إعلان رحيله رسميا كذلك. أعلن نيمار دي سيلفا لاعب المنتخب البرازيلي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي بأنه جاهز بنسبة 100%، وذلك بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها قبل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا. وأوضح اللاعب البرازيلي أنه الآن يفكر في العودة من جديد إلى التدريبات والاستعداد للموسم الجديد. أحرز نوفاك دوجوكوفيتش لقب بطولة ويمبلدون للتنس وذلك عقب تغلبه على روجر فيدر بخمس مجموعات بواقع 7-6 و1-6 و7-6 و4-6 و13-12 في مباراة ماراثونية استغرقت 5 ساعات. ليحرز ديجوكوفيتش بهذا الفوز لقبه الخامس في بطولة ويمبلدون للتنس ولقبه 16 في البطولات الأربع الكبرى. فاز البريطاني لويس هاملتون للمرة السادسة بسباق بريطانيا الكبرى المرحلة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2019، وعزز هاملتون صدارته بفارق 39 نقطة عن زميله في فالتيري بوتس الذي يحتل المركز الثاني. وهذا هو الفوز السابع لهاملتون في 10 سباقات هذا الموسم والرقم 80 في مسيرته، وحصل على نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة. في أخبار الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، وفيما يلي بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة. درجة الحرارة نكون قد وصلنا لنهاية نشرة 12، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة التركيز على تعزيز الطفرات في القطاعات الانتاجية. عقوبات أمريكية مرتقبة على تركيا بسبب صفقة الصواريخ الروسية. وجريفيث في الرياض اليوم في مسعى لإحياء العملية السياسية في اليمن. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.